أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.